في الاثناء اعربت السيده انتصار السيسي عن سعادتها بحلول السيده جيل بايدن السيده الامريكيه الاولى ضيفه عزيزه على مصر واكدت السيده انتصار السيسي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن ترحيبها بالسيده جيل بايدن في بلدها الثاني مصر كما اكدت السيده انتصار السيسي عن تطلعها بان تكون الزياره خطوه جديده نحو تعزيز الصداقه المصريه الامريكيه معربه عن تمنياتها لها بقضاء افضل الاوقات في ام الدنيا